مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في برنامج الصين نحو التحديث. عندما نتحدث عن الثقافة الصينية التقليدية، فإن أوبرا بكين لا يمكن تجاوزها، فهي تجمع بين الأدب والفن الجميل والوشو والرقص والغناء والعروض الفنية، وهي فريدة ومتميزة على جميع الأصعدة، ويطلق عليها جوتسوي، أي جوهر البلاد. فالأوبرا تمثل الثقافة الصينية، وهي عروض لا غنى عنها في الاحتفالات بعيد الربيع السنوي. حتى العصر الحديث في الصين ظل الناس معجبين بأوبرا بكين التي انتشرت على نطاق واسع وأصبحت جزءاً مهماً من الحياة الثقافية الشعبية. ومع تغيرات العصر وتسارع وتيرة الحياة الحديثة وتأثير الترفيه المعاصر في الثقافة وتطور أساليبه، تراجعت أوبرا بكين تدريجياً في حياة الناس، حيث إن الجميع في المجتمع الحديث يعرفونها ولكن ليس بشكل عميق، كأنها غير مألوفة لديهم 100%. تحظى أوبرا بكين بشعبية كبيرة بسبب تراثها الثقافي التقليدي العميق، ولكن على وجه التحديد بسبب الثراء الثقافي الموجود في عروضها، يقدرها الناس تقديراً جيداً بينما لا يعرفون سبب حبهم لها. جان تشاو أستاذ متخصص في أوبرا بكين من مواليد ثمانينيات القرن العشرين، وبوصفه ممارساً لأوبرا بكين يفهم تطورها بشكل عميق. على سبيل المثال، عندما كنا ندرس في المدرسة الثانوية التابعة لأكاديمية الأوبرا الصينية، إضافة إلى مواصلة الدراسة في الكلية، عندما تصعد إلى خشبة المسرح للعرض وبينما يشاهده الجمهور، كنا نلاحظ أنهم من كبار السن وقليلا ما نجد منهم الشباب. بدأ جان تشاو يتعلم أوبرا بكين منذ أن كان في الرابعة ونصف من عمره، وبعد مرور أكثر من 20 عاماً تخرج في أكاديمية الأوبرا الصينية وصار معلماً مختصاً في أوبرا بكين التي يعلمها للأطفال. بعد التحاقي بالكلية فكرت في حقيقة أن عروض أوبرا بكين تحتاج بالفعل إلى دعم من شبابيك التذاكر، وإذا غاب ذلك قد يتراجع هذا الفن تدريجياً. لذلك نحن نأمل في أن يتعلم الأطفال الصغار أوبرا بكين منذ صغرهم ليتعرفوا عليها جيداً منذ سن صغير. كل شيء صعب في بدايته، فعندما تم افتتاح فصل أوبرا بكين للأطفال لأول مرة، انضم إلى فصل جان تشاو طفلان فقط. ربما كان لدينا طالبان أو 3 فقط في الفصل بالنسبة لترويج هذه الأوبرا. لم يكن الوعي لدينا مرتفعاً إلى ما ينبغي في ذلك الوقت، وبعبارة أخرى لم يكتشف ما داخل كنوز أوبرا بكين، كما لم يتعرف الناس عليها بشكل كامل، لذلك كان الأمر صعباً نسبياً في البداية. إن الفهم البسيط لدى الناس تجاه أوبرا بكين يتركز في البداية حول المكياج الرائع والأزياء الجميلة والحركات الأنيقة والغناء المتميز والعناصر الأخرى التي تظهر أثناء العرض، وكلها تجذب اهتمام الناس وتلفت أنظارهم وتسعد آذانهم. أما الأسباب التي دفعت طلاب جان تشاو لتعلم أوبرا بكين فكانت مختلفة، بعضها لحبهم للمكياج الرائع والملابس الجميلة، وبعضها الآخر لحبهم للغناء المتميز لهذه الأوبرا. وهناك سبب آخر يرجع إلى أن جداتهم من محبي أوبرا بكين. أزياء أوبرا بكين في غاية الروعة والأناقة. على سبيل المثال، إن أزياء خونجون وعلمه الكبير المعلق وراء جسمه متميز رائع في غاية الروعة. عندما كنت طفلة وأنظر إلى تلك الملابس اللامعة والأزياء الجميلة وحركات الممثلين الرشيقة على خشبة المسرح، عقدت العزم على تعلم هذه الأوبرا لأقدم العرض مثلهم للجميع على خشبة المسرح.
عندما كنت طفلة كانت جدتي تشاهد دائما الأوبرا من قناة التلفزيون، وكنت معجبة بشدة بمكياج الأوبرا وملابسها وغنائها المتميز. كانت جدتي من محبي أوبرا بكيني حقا، وكانت تأخذني معها عندما كنت طفلة إلى مسرح ميلانفان الكبير لمشاهدة عروض الأوبرا. بعد ذلك عقدت العزم على تعلم أوبرا بكين. على الرغم من أن لدى أطفال اليوم أسباباً مختلفة لتعلم أوبرا بكين على عكس جان تشاو الذي كان يتعلمها لمجرد حبه البسيط والشديد لها عندما كان طفلاً، فبالإضافة إلى تعليم الصغار فن أوبرا بكين، يهتم جان تشاو بإعدادهم بالعلوم الثقافية وتأهيلهم تأهيلاً أخلاقياً خلال المرحلة الدراسية اليومية. فوجد في عمله التعليمي المستمر أن طلابه جميعاً بدأوا تدريجياً يحبون أوبرا بكين وما تتضمنه من فنون وثقافة تقليدية، ويشعرون أيضاً بالتأثيرات التي أحدثتها هذه الأوبرا فيهم. وبصفته معلماً مختصاً لتعليم أوبرا بكين، يشعر جان تشاو بالسعادة لرؤية الفهم الجديد لدى الأطفال تجاه أوبرا بكين. يمكننا أن نتعرف على بعض القصص التاريخية من خلال تعلم أوبرا بكين. إني متأكد من أن كل سيناريوهات أوبرا بكين تتضمن قصصاً. عندما كنت صغيرة في ذلك الوقت لم أفهم أشياء كثيرة، كنت أحب فقط ذلك المكياج وتلك الملابس، وخلال التعلم المستمر لهذه الأوبرا اكتشفت أنها في الواقع تشمل تفاصيل عميقة كثيرة جدا، وأعرف أنها ليست بسيطة كما كنت أراها. أنا فقط أحبهم الآن، ولم أكن أحب الأشخاص الذين أحببتهم في الماضي فحسب، بل أحب أيضا لهجاتهم في الغناء، أرى أنها في غاية الجمال. يجد العديد من الطلاب أن لديهم صبراً أكثر وعزيمة أقوى بعد تعلم أوبرا بكين، لأن كل حركة في أوبرا بكين على خشبة المسرح لابد من تعلمها وممارستها لمئات حتى لآلاف المرات. ويجد بعض الطلاب أنهم أصبحوا أكثر جرأة وأكثر ثقة بالنفس، لأنهم انتقلوا من الدراسة اليومية المستمرة إلى تقديم العروض الناجحة على خشبة المسرح، وحصلوا على التقدير والتصفيق من الجمهور. وصار بعض الطلاب معجبين أكثر بتاريخ الصين وثقافتها من خلال تعلم أوبرا بكين، وهذا يعد خير تحفيز لهم في الدراسة. بهذا التأثير الصامت أثناء التعلم اجتذبت أوبرا بكين المزيد من الطلاب ليتعلموها. إلى جانب ذلك، ومع إطلاق مشروع دخول أوبرا بكين إلى المدارس في عام 2003، إضافة إلى دخولها الناجح في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو في عام 2010، لقيت أوبرا بكين إقبالاً من المزيد من الناس الذين يريدون تعلمها باعتبارها جوهر الوطن الصيني. وازداد أيضاً عدد الطلاب في فرقة أوبرا بكين للأطفال التي أنشأها جان تشاو، حيث إنه يعلم ويدرب 20 حتى 30 طالباً كل يوم. إن الترويج القوي لفن أوبرا بكين من قبل الدولة في أنحاء البلاد أدى إلى انتشارها على نطاق أوسع بين الجماهير، وقد افتتحت العديد من جمعيات أوبرا بكين في المدن والمدارس المختلفة لتعليم فن أوبرا بكين وتعلمها. هذا الترويج من قبل الدولة مهم جدا بالنسبة لتعليم وتعلم أوبرا بكين. من خلال الترويج والدعم القويين من الدولة لنشر أوبرا بكين، يمكننا إنشاء فرقة أوبرا بكين للأطفال، ويمكننا بكل ثقة توفير الفرص للأطفال المحبين لتعلم أوبرا بكين ليتعلموا هذه الأوبرا بشكل منهجي. يختلف إقبال الناس تجاه الأعمال الثقافية والفنية باختلاف العصور، كما تختلف أساليب ترويج أوبرا بكين التي تلعب دور لوحة التلوين في المجتمع الحديث. إنها تتعاون مع الثقافات والفنون المتنوعة الأخرى بعد تجاوز الحدود الثقافية والفنية لتحقيق الاندماج الفني المتناغم. ومن أجل الحصول على قناة أخرى لترويج أوبرا بكين، جرب جان تشاو طرقاً مختلفة. على سبيل المثال، يشارك في دراما الرقص الحديث،
ويتناقش مع الراقصين ويتعاون معهم لبحث كيفية دمج العناصر والحركات لأوبرا بكين مع دراما الرقص، سعياً لتحقيق الاندماج المتناغم بين الأصالة التقليدية والحداثة. من خلال الدعاية والعروض العديدة لرقصتنا، يمكن أن يرى بعض محبي الرقص الاندماج المتناغم بين عناصر الأوبرا مع الرقص، حتى يمكن إظهار بريق لامع متميز. كما تكون الحركات المعروضة لهذه الأوبرا جميلة جداً. إذن فهل من الممكن زيادة معرفتنا بشكل أعمق عن أوبرا بكين؟ بالإضافة إلى الاندماج بين أوبرا بكين والثقافة والفن في العصر الحديث، قاد جان تشاو طلابه لتقديم العروض وتنظيم الزيارات في الخارج، مع إبداع تنظيم البرامج بناءً على شغف المشاهدين الأجانب وإجراء التواصل والتبادل بين الصين والدول الأخرى. وفي الفترة ما بين 2017 إلى 2019 زار أستراليا مرتين، كما زار اليابان وسنغافورة وماليزيا ودولاً أخرى في جنوب شرق آسيا. إن سوين ووكون ملك القرود يعد أكثر دور رجالي إقبالاً لدى المشاهدين خلال العروض في الخارج، حتى أصبحت الآن صورة سوين ووكون المفعمة بالحيوية بطاقة شخصية ليتعرف العالم بها على الصين من خلال مشاهدة أوبرا بكين. أما دور النساء الأكثر شهرة لديهم فهو الحورية التي ترقص بشريط الحرير وبحركات ناعمة جميلة في برنامج حورية تنشر الأزهار من القصر السماوي. وهذه الرقصة مأخوذة من الصور في جداريات دون خوان، وتعرض بعد إعادة تنظيمها وفقاً لشخصيات الأدوار، حيث لقيت إقبالاً وحباً من الأصدقاء الأجانب. الهدف الأول من السفر إلى الخارج هو ترويج جوهر الوطن الصيني في الخارج من خلال تقديم الأطفال عروضهم حاملين معهم ما كانوا يتعلمونه من فن أوبرا بكين. ثانياً، نأمل أيضاً في توسيع نظرتهم من خلال هذه الزيارات لتعميق التبادل الثقافي ونقل الفنون الثقافية القومية الصينية إلى الخارج، باعتبار ذلك جسراً في التواصل والتبادل مع العالم. حتى الآن لا يتمكن جان تشاو من حصر عدد الطلاب الذين كان يعلمهم، فبعضهم كانوا يتخذون أوبرا بكين مجرد هواية لهم، ولكن التأثير الناتج من تعلمها قد صار عميقاً وواضحاً في أقوالهم وأفعالهم. بعد بذل الجهود، التحق بعض الطلاب بكلية الدراما لدراسة أوبرا بكين ومواصلة دراستهم الاحترافية. والأمر الأكثر إسعاداً هو أن بعض طلابه شكلوا نوادي أوبرا بكين في المدارس سعياً لترويج هذه الأوبرا على قدر طاقتهم وقدرتهم. وعلى الرغم من أن تطوير أوبرا بكين وتوارثها ليس أمراً سهلاً، فإنه ما زال مستمراً بلا انقطاع. الصين تشهد الآن تغيرات هائلة وسريعة، وأثناء التطور والتنوع الثقافي تستكشف باستمرار طريقاً فريداً. وبفضل حبه الشديد لأوبرا بكين ونيته الصادقة في أن يكون معلماً، لا يقوم جان تشاو بتعليم الطلاب فن أوبرا بكين فحسب، بل يعلمهم أيضاً كيفية تعميق فهم الثقافة التقليدية الموجودة في أوبرا بكين وإدراكها. فهو يقوم الآن في عمله بدمج الثقافة التقليدية مع الفنون الحديثة، وبذل جهوده وبمفهومه سعياً لإبراز القيمة الجوهرية للنمط الصيني المتمثل في الحفاظ على التراث التقليدي، مع متابعة التطور العصري لتتقدم الثقافة الصينية مع الزمن لإظهار حيويتها الجديدة. شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم.